السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولاي أحباب، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامجنا الممتع برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بلقاء اليوم رح نتعلم كيفية تصميم لوحة انفوجراف بسيطة ويمكن تكون ملائمة جدا حتى للمبتدئين في برنامج باوربوينت ولأي إصدار أوفيس أنت شغال عليه، مش رح تفرق معانا كثير اليوم إن شاء الله. تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذه الفيديوهات، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا مباشرة حتى نبدأ بلقاء متميز لهذا اليوم. اهلا بكم احبابي مره تانية، مثل ما انا شايفين احنا الان في برنامج باوربوينت واللي رح نبدا فيه عباره عن تصميم لوحه انفوجراف لثلاثه او اربعه خيارات حسب يعني انت الموجود عندك فيك تخصص، لكن بمثالنا اليوم رح نطبقها على اربعه خيارات بامكانيات جدا بسيطه. رح ننقر باليمين اول شيء على الشريحه اللي احنا واقفين عليها وبنتوجه الى تنسيق الخلفيه، وبتعبئه خالصه رح نختار تعبئه لكن مش باللون الابيض، انما هي اللي تعطيني دكانه اكثر بنسبه 5% من اللون الابيض، هو عباره عن تمييز بسيط. بنتوجه الى ادراج، ومن الاشكال رح نختار المستطيل، وبنقر مع السحب لارسم مستطيل بمساحه معينه وليكن عندي اياه بهذه المساحه. بتوجه الى اطار الشكل وبجعله بلون ابيض، وبرجع الى اطار الشكل والى السماكه وبنزيد من سماكه اللون الابيض لحتى يبان معي نوعا ما على الرسم. اما التعبئه رح تكون معانا بنفس لون الخلفيه بالضبط لحتى نحصل مثل ما انا شايفين على هذا المظهر الجميل بكل بساطه. الان رح اعمل منه دوبليكيت كنترول زائد دي اي تكرار، وبتوجه الى اطار الشكل وبعطيه بدون اطار، والتعبئه رح نختارها بلون اسود مثل ما انا شايفين يا احباب لحتى نبدا برسم الظل للشكل. بضغط كنترول مع شيفت وبنقر مع سحب من الزوايا لحتى اوسع الرسمه بمساحه اكبر مما هي كانت عليه. بنتوجه اول شيء الى الشفافيه اللي هي بخيارات التعبئه، الشفافيه بنزيد شوي بحيث يكون معي شفاف او اللون باهت نوعا ما. ومن التأثيرات في عندي شيء اسمه حواف ناعمة، رح نبدأ بإعطاء قيم معينة لحتى نحصل على تدرج ناعم للحواف، تمام؟ بهذا الشكل رح ننقل رسمتنا إلى المكان اللي نحن محتاجينه، وبتوجه إلى نقل إلى مستوى إلى الخلفية أو نقل إلى الخلفية لحتى تكون هي خلف الرسم الأولى يلي رسمناها. ورح نوسع الآن مساحة الظل إلى اليمين وإلى اليسار بعض الشيء لحتى أحصل على ظل بالموضع والحجم يلي أنا محتاجه. إذا كان بيحتاج منك أنك تعدل بالحواف الناعمة فممكن نزيدها، وأيضا إذا كان شفت عندك غماقة بال اللون والظل كان حاد ممكن تتغير بالشفافية لتحصل على الظل يلي بيكون مناسب لرسمتك. الخطوة الثانية رح توجه إلى أدراج، وأيضا من الأشكال رح نختار المستطيل وبنقر مع السحب لأرسم مستطيل معاي بهذه المنطقة، بجعل له بدون إطار والتعبئة تكون معاي مثلا بلون برتقالي. خلينا نوسع المسافة ونكبر على هذه المنطقة بالضبط، خلني أصغر شوي مساحته من هذا المكان، تمام؟ طيب وليكن معاي بهذا الشكل. بنتوجه أيضا إلى إدراج، ومن الأشكال رح نختار المثلث وبنقر مع السحب لأرسم مثلث. الفكرة دي أعمل لهم عملية الالتفاف بحيث يكون المظهر ثلاثي الأبعاد نوعا ما. خلني أختار بدون إطار، والتعبئة بختارها بنفس اللون لكن رح أرجع إلى ألوان إضافية وبزيد بالكثافة اللونية للمثلث حتى يعبر لي على موضوع الظل، وأنقر على موافق. نتوجه الآن إلى الاستدارة وبختار انعكاس عمودي ومن ثم انعكاس أفقي، وبسحب عندي المثلث إلى هذا المكان بالضبط، وبرجع بختار الألو نقل إلى الخلفية لحتى يعطيني هذا الالتفاف الجميل أو هذا المظهر الجميل. طبعا إحنا هذه الإشارة اللي رسمناها رح يكون هي حاضنة للرقم يلي رح نقوم بكتابته، ولكن عندي على سبيل المثال خلني أختار 01، هذا عبارة عن مربع نص. خلني اختار توسيط وبختار اللون يكون عندي يا ابيض، ونختار بولد وبنكبر
حجم الخط بما يتناسب مع المكان وبجعله بهذا الشكل تماما. نتوجه إلى أدراج، ومن أشكال رح نختار قطعة مستقيمة وبضغط مفتاح الشيفت من الكيبورد وبنكر مع السحب لأرسم قطعة مستقيمة بهذا الحيز تماما. طبعا أنا ممكن أختار الآلة نفس اللون اللي كنا مختارينه مستطيل بالأعلى، وممكن أتوجه أيضا إلى السماكة وبنختار سماكة وليكن عندي بهذا الشكل. طيب رح نضغط مفتاح الكنترول مع سكرول الماوس ونكبر شوي عشان نحكم موضع رسمتنا بالضبط. أضغط شيفت وأقوم بالتوسعة إلى هذا المكان بالضبط يا أحباب. هي عبارة عن زينة فقط لا غير، موضوع جميل جدا للغاية. طيب رح نتوجه الآن إلى أدراج، ومن مربع نص برسم مربع نص، وخلني أنا أكتب يعني لأي نص تجريبي. طبعا هذا مكان للعنوان وللفقرة. نفتح القوس، بكتب ولكن عندي 2.4 وسكر القوس، أعطي إنتر. رح أخذ أول كلمتين عنوان كنترول سي وبختار كنترول في لحتى أنا أبدأ بتنسيقها كعنوان. رح نختار توسيط، بنختار بولد، ممكن أكبر حجم الخط شوي طبعا هذا بما يخص موضوع العنوان وبجعله بمكان معين. موضوع الفقرة اللي عنا إياه ممكن أختار توسيط، تمام. خلني أحذف النصوص اللي أنا ماني محتاجة أو اللي أصبحت هي كثيرة أساسا، لكن هو عبارة عن نص تجريبي مثل ما تكلمت فقط لا غير. ونضيق شوي، تمام، ونصغر حجم الخط، وبنسحب الفقرة أو الشروحات أو السلوغان أو الوصف إلى المكان يلي أنا بدي إياه وليكن بهذا الشكل. وممكن أغير لون الخط إلى لون أكشف شوي من اللون الأسود وليكن معي مثلا بهذا اللون. بقي عندي موضوع الأيقونات، ممكن أني أنا أتوجه إلى برنامج البيشن اللي سبق وتكلمنا عنه لإدراج الأيقونات. رح أترك بصندوق الوصف الشرح الكامل عن آلية تحميل وتثبيت والتعامل مع برنامج البيشن للأيقونات المجانية وبلياقة ومرونة وبتخصص جدا عالي. رح نأخذ مثال وتطبيق عملي مباشر بلقائنا اليوم. أنا محتاج يكون عندي أيقونات بنفس الألوان رح نختارها، فلذلك أول شيء أنا لازم أعرف ما هو كود اللون الموجود. لذلك أنا بحدد المستطيل وبتوجه إلى التعبئة وبجي إلى الألوان، إلى ألوان إضافية. اللون يلي أنا مختاره لهذا المستطيل هذا هو الكود الخاص باللون. يلي مش عارف موضوع التعامل مع الأكواد اللونية وما هي الأكواد اللونية، رح أترك أيضا رابط لفيديو موجود بتكلمت عليه من فترة قريبة بتكلم عن الألوان في برنامج باوربوينت وما هو نظام الألوان، وفي كتير من المصادر ومواقع أحصل فيها على بدائل لونية أو عوائل لونية أو حتى تدرجات لونية. خلني أختار كود اللون وبعطي إلغاء الأمر. رح نتوجه إلى برنامج البيشن، رح ألصق الكود الموجود اللي أنا أخذته بهذا المكان وأعطي إنتر، فهو الآن حول لي كل الأيقونات الموجودة إلى نفس اللون اللي أنا كنت مختاره. خلني أبحث عن أيقونة معينة أو تكون مناسبة وليكن عندي على سبيل المثال. طبعا للملاحظة أنا إذا كان نقرت وسحبت، تمام، ممكن تكون الأيقونة بحجم بسيط ودقتها جدا بسيطة، فبرجع إلى البي إن جي وبرجع إلى الدقة، وممكن أنا أبدأ بنقر مفتاح الكستومايز بهذا المكان وأكتب وليكن 200 300 400 1000 2000 الدقة اللي أنت محتاجة. خلني أختار 500 وأتركها على 500 وبرجع بسحب مرة تانية الأيقونة، تمام، إلى هذا المكان، فمنشوفها نزلت معنا بحجم كبير ودقة عالية وبنفس اللون يلي نحن محتاجينه، تمام يا أحباب. طيب وليكن معاي بهذا الشكل. الآن خلني أصغر البرنامج الأيقونات، انتهينا منه. رح نحدد كل شيء موجود معاي بالرسمة وبضغط كنترول زائد جي يعني تجميع أو عمل جروب. خلني أسحبها إلى مكان معين وليكن إذا هذا المكان. رح نضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لأرسم شكل آخر، وكنترول مع الشيفت لأرسم شكل آخر، وكنترول مع الشيفت لأرسم شكل آخر. الآن ممكن أحدد كل الأشكال بالضغط على مفتاح الشيفت. بتوجه إلى تنسيق الصورة وعندي من المحاذاة بختار توزيع أفقي، ولو صغرنا شوي ممكن نشوف عندك إذا كانت المساحة كبيرة أو صغيرة. الحل بسيط، تضغط على كنترول زائد جي، بتعمل أشكال أربع عبارة على شكل واحد وبتأخذ من أحد الزوايا وبتصغر وبتكبر مع مفتاح الشيفت طبعا لحتى تستقر على حجم يكون مناسب على حسب عدد الفقرات يلي عندك وعلى حسب المساحة بالشريحة يلي عندك. رح ننقر باليمين وبتوجه إلى تجميع وبختار فك التجميع أو بضغط كنترول شيفت مع حرف الجي، هذه فك التجميع مثل ما شفنا يا أحباب. الآن بجي إلى الشكل الثاني، برجع بحدد هذا المكان أو هذا المستطيل وبتوجه إلى
اختيار اللون ممكن اختار معاي هذا اللون وبرجع الى شكل المثلث يلي بالخلف. بنحاول نغير لون المثلث يلي بالخلفية، لكن بنلاحظ لما انا انقر عليه هو عم يتحدد معاي الطبقة يلي امامه اللي اصبحت طبقة الظل. فلذلك بكل بساطة بنتوجه الى تنسيق الشكل والجزء التحديد منفعله. تمام، عندي هذا هو المثلث، قمنا بالتحديد، يعني قمت بالتحديد عليه باستخدام ايش؟ باستخدام قائمة التحديد اللي هي الجزء الخاص بالسلكشن، تحديد العناصر او الطبقات. وبنرجع مرة تانية الى تنسيق الشكل وبرجع بختار نفس اللون، لكن قلنا رح نزيد بكثافته اللونية عشان يكون معبر عن الظل. نفس الشيء عندي القطع المستقيمة يلي بالأسفل، كمان برجع بختار لها نفس اللون تماما. بيكون انتهينا من الرسمة. بقي معي موضوع الأيقونة، رح أعملها ديليت الآن ورح نشوف كيف نتعامل معها بعد شوي. تمام، بحيث أنه أنا أدرج كل الأيقونات اللي أنا محتاجة يعني بخطة واحدة وانتهينا. بجي إلى الشكل الثاني بعد ما أعتمد الألوان، بجي إلى هذا الشكل، نفس المبدأ بختار الألو وليكن عندك يا اللون الأزرق الغامق. تمام، نفس المبدأ بجي إلى جزء التحديد وبجي إلى مثلث قائم الزاوية وبرجع إلى التنسيق وبرجع بختار الألو نفس اللون وبرجع بسويه بكثافة لونية راح تكون مقاربة إلى اللون الأسود، فما في مشكلة بالموضوع، نختار لون أسود. وعندي هون كمان بختار اللون الأزرق الغامق. بجي إلى الشكل الأخير، بجي إلى المستطيل وبختار لون وليكن عندي اللون البنفسجي. ممكن أرجع نفس المكان أحدد وبرجع إلى قائمة جزء التحديد وبختار مثلث قائم الزاوية وبرجع إلى التنسيق وبختار لأنه اللون البنفسجي. وممكن نرجع نعطيه من ألوان إضافية كثافة لونية أكتر شوي عشان يعطيني موضوع الظل. وبرجع القطعة المستقيمة نفس المبدأ، بناخدها إيش؟ بناخدها باللون البنفسجي. وبيكون حصلنا على تصميم جميل بما يخص رسومات الإنفوغراف البسيطة، بحيث رح نقدم أفكارنا بطريقة يعني نوعا ما ملهمة جذابة معبرة أكثر وضوح وأكثر استدلال عن الموضوع اللي أنت عم تتكلم عليه. طيب الآن رح نضيف الأيقونات، برجع إلى البرنامج مرة تانية. قلت رح نجيب أيقونة الآن لكن بإيش؟ بلون مغاير. فلهيك أنا برجع إلى هذا اللون، بنقر باليمين إلى تنسيق الشكل، عندك يا هذا هو اللون بس أحدد عليه مرة تانية، وبرجع إلى ألوان إضافية وبنسخ كود اللون وبعطي إلغاء الأمر. برجع إلى الألوان في برنامجنا الجميل برنامج الأيقونات، بعطي Ctrl V ومن ثم Enter، فهو أعطاني أيقونات مباشرة بنفس اللون اللي أنا محتاجه. ممكن أختار أيقونة تانية تكون معي بهذا الشكل. تمام، Ctrl مع Shift ومنصغر بحجمها بعض الشيء بحيث يكون الوضع مناسب 100%. طيب بنشوف الأيقونة التالية يلي عنا إياها، طبعا عندي إياها اللون الأزرق، برجع بحدد عليه مرة تانية وبتوجه إلى تنسيق الشكل وبتوجه إلى ألوان إضافية وباخد يعني Ctrl C عشان نحن إيش؟ ننسخ الكود. بنرجع إلى مكان تحديد اللون وبعطيه لصق لكود اللون وبنختار Enter، فهو أعطاني الأيقونات الغامقة مثل ما أنا شايفين بالضبط. بحدد أي أيقونة وليكن عندي هذه الأيقونة وبنسحبها إلى هذا المكان. خليني أصغر البرنامج شوي وبصغر حجم الأيقونة وبسحبها إلى المكان المخصص لها. ممكن أكبر شوي لما فراغ العمل وأصغر حجمها بعض الشيء عشان يكون الموضوع مناسب. بقي عندي موضوع اللون البنفسجي، هذا هو اللون. خلني أتوجه مباشرة إلى ألوان إضافية وبجي بختار كود اللون وبرجع إلى البرنامج وإلى الألوان، وممكن أرجع ألصق كود اللون بهذا المكان. تمام، هذه الأيقونات اللي ظهرت معنا بنفس اللون بالضبط. ممكن أختار أنا أيضا أي أيقونة بسحبها وأسقط أو أسكر البرنامج، ما بقي عندي أي شغل فيه. ممكن أنا أجيب الأيقونة إلى هذا المكان وأرجع أختار حجم مناسب للعرض ويكون في المنتصف. بس اللي انتهينا رح نحدد ونرجع نضمن الأيقونات بالكنترول جي بداخل كل شكل لحال، فبختار كنترول جي وبرجع بختار أيضا كنترول مع الجي. ممكن أحدد كل هذه الأشكال مع بعض البعض وبتوجه إلى التأثيرات، وفي عندي شيء اسمه انعكاس، ممكن أختار أحد هذه الانعكاسات يكون معي ميرور، يعطي تأثير جميل للغاية. تمام، فقط رح نقوم ببعض التخصيص بالإعدادات الخاصة بالانعكاس عشان نضبط بأفضل مظهر. موضوع الضبابية رح نزودها شوي لأنه هو عبارة عن شيء شفاف ما في داعي يكون في حدة كثيرة لألو. موضوع الحجم، قديش بتحب تظهر من الأشكال فبتطلع أنت الحجم يكون مناسب. موضوع المسافة هي البعد عن الأشكال السابقة، بتحب أنت الميرور يكون بعيد أم قريب على الأشكال. ومثل ما تكلمت في عنا أيضا موضوع الشفافية، ممكن نقلل أو نزيد فيها حسب نسبة يعني النسبة اللي انت محتاجة بالإيضاح. بصراحة يعني أظهر لنا مظهر جميل جدا جدا. ممكن تتوجه إلى أدراج ونتوجه إلى أشكال وورد آرت وتبدأ بكتابة عنوان، وليكن عندي على سبيل المثال تصميم
انفو جرافيك في باوربوينت للمبتدئين. خلني انا احدد وبرجع الى الشريط الرئيسي وبجي الى اختيار نوع خط. خلني اختار، في عندي نوع خط جميل بحبه كتير، هذا هو التو، بختار بولد. تمام، بس راح اصغر حجم الخط بما يتناسب وبنسحبه الى هذا المكان يا احباب. ولما نشغل شريحتنا راح يكون العرض جميل جدا للغاية. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع، ولا يخفيكم كالمعتاد، فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم. ترزوا عني كل خير وألقاكم على خير، ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.